شوف طارق شوقي بيقول ايه. بص طارق شوقي من البرلمان مش هشحت على التطوير ومحتاج زياده 11 مليار جنيه. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم الفني انه لن يتمكن من تكمله النظام التعليمي الجديد اذا لم يتوفر الاعتمادات الماليه اللازمه. وانفعل الوزير خلال اجتماع لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب وقال انا مش هشحت كفايه اللي حصل العام الماضي لولا تدخل الرئيس لم نكن نتمكن من انجاز ما تم انجاز النظام. تعليق حضرتك. تعليق يا استاذ محمد غريب قوي حضرتك تسمعه على الخبر ده. إيه؟ الخبر ده احنا لو عندنا ارشيف صحفي للصحافه المصريه من ايام يعني انقلاب 52 ممكن نلاقي الخبر ده متكرر بنفس الكلام ده مثلا الاف المرات. نفس الخبر ان انا هو فكره انا عايز اطور وانا عارف هطور ازاي. انا عارف انا عندي كل الخبره اللي اطور بس ما فيش امكانيات ماديه ولولا على اخر لحظه تدخل الرئيس اي رئيس فخلي ادينا شويه فلوس فعرفنا نخلي الموضوع يمشي بالشكل ده. ده انا يعني من ساعه ما اتولدت وانا بقرا الخبر ده بنفس الشكل. حتى مش بس في التعليم، في التعليم وفي التموين وفي المواصلات وفي كل شيء. هي فكره ان مفيش ان المشكله مش عند الوزير ان هو مش عارف يشتغل، لا المشكله في ان انا ما عنديش فلوس. طب ده عيب الوزير ولا عيب اللي جابه ولا عيب الحكومه ولا عيب النظام؟ كلهم طبعا. انا فاكر رئيس هيئه الاثار لو حضرتك تفتكره من 15 سنه 20 سنه كان في دكتور في الجامعه مشهور احمد قادري نور الدين. عبد الحين نور الدين كنت عنده في المكتب وحصل برضه ساعتها سرقه الحاجه كالعاده مش عارف متحف ايه المخازن حاجه زي كده مخازن متحف كان رده طبيعي جدا. انا كاميرات لا انا قلت للبتاع انا عايز مليار مش عارف ولا مليون ونص عشان التامين اللي بتاعهم وما ادونيش خلص الموضوع. طب ما هو المثل بيقول اطبخ يا جاري كلف يا سيد. بالظبط. طيب انت جايبني هل 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 لو اتعرض عليك وزير انت شخصيا هتعترض؟ هعترض على ايه؟ لو جم قالوا لك تبقى وزير تعليم او وزير اي تتوقف على اي وزاره هبقى فيها وتحت اي لا مش قصدي يعني يعني طارق شوقي خبير في التعليم أيوه. جابوه وزير زي شاكر كده. طيب هل ممكن يقبل قصدي انت عايزه يرفض لانه مفيش فلوس ولا يكمل ويشحت ولا يكمل ويصرخ؟ هو رفض الوزاره او قبولها لا دي حاجه شخصيه ما اعتقدش انها فيها مشكله. لكن معلش يعني مش عايز اقول كذب على الناس او تصوير المشكله زي ما بيقولوا ولازم تدخل الرئيس يتمكن انجازه. لسه قايل تصريح النهارده او امبارح تاني على موضوع الانترنت اللي وقع دهوت قعدنا لغايه اخر النهار نلحقه في اخر لحظه والحمد لله ربنا سترها وعرفنا نلحق مش عارف ايه في اخر لحظه نحل المشكله بتاعت الانترنت يعني. وبعد كده لغينا حاجه بالامتحان الاوبن بوك اللي قالوا عليه ده هو مش هيطبع مش عارف كده. ده بقى قضيه مش بقى قضيه الاليه ماشيه ازاي. ان هو النهارده انا دخلت الوزاره بحسن نيه قلت عايز اصلح وانا خبير لكن دخلت لقيت اشياء معينه. هل الحل وهل المفروض اعمله ان انا اكذب على الناس وقول لهمش الحقيقه؟ لا يعني خليني بس عشان الوقت ما يدهش مننا. احنا قدام نموذجين، نموذج طارق شوقي أيوة. او الطارق الثاني بتاع البنك المركزي طارق عامر. طارق عامر ده يعني لا خليني بس النموذج العكسي بقى فاروق العقده. يعني فاروق العقده جه في وقت وقال خلاص هو كان طالع معاش فعلا بس هو قال لا مش هكمل ولا كان ممكن يجدد له بس هو حاسس ان في حاجات بتحصل كده واموال بتتاخد والدنيا متخربقه وفي تعويم هيحصل فالراجل رفع ايده من الموضوع خالص ومشي بشيك. ممتاز. هل عن يعني اذا ده حصل عند فاروق العقده واستقال هل عندنا كام واحد زي فاروق العقده كده لما يحس ان الدنيا بزرميت قوي يرفع ايديه ويخلص؟ والله بقى الا ما رحم ربي. يعني الانسان انا ما اقدرش احدد الانسان ممكن يكون راجل كويس وبتحصل على فكره يا استاذ محمد في مصر بشكل عجيب جدا. ناس فعلا ناس يعني متقدمه في المهن بتاعتها وخبيره في المهن وتاريخ مشرف او يعتذر اول ما بيدخل الوزاره. انا اعرف ناس مش عايز اقول اسامي يعني اول ما بيدخل الوزاره ما اعرفش بيتحول مع انه يعني ناس خبراء كبار جدا. الله اعلم ايه اللي بيحصل جوه الوزاره ما حدش بي يعني. طيب